أنا علي وجاي أحكي لكم حكايتي، لكن مش أنا بطل الحكاية، بطلة حكايتي هي أمي. زي ما كل واحد فينا لازم أمه تبقى هي بطلة حكايته، الأم هي الدور الرئيسي في قصة كل واحد، وبعدها يجي بقية الأدوار. أنا اتولدت في بيت الأب فيه ظالم، ما بيقدرش المسؤولية ولا الواجب اللي عليه، سواء كأب أو كزوج، زيه زي غيره كتير. فاكر إن الجواز متعة وانبساط، وأول ما مشارف المسؤولية الحقيقية تبدأ في الظهور هيبدأ هو يتراجع عن واجباته ويندم، يندم في كل لحظة اتجوز فيها. بس ساعتها الندم بيكون بعد فوات الأوان، والوحيد اللي بيتظلم ساعتها هم الولاد. أنا ما افتكرش من أبويا غير زعيقه عمال على بطال، واللي كانت أمي دايما بتحاول تبعدني عن غضبه لأنه ما كانش بيقدر يفرق بين طفل وكبير. كنت على طول أسمعه بيتخانق مع أمي على أتفه الأسباب، وكتير خناقاتهم كانت بتوصل للضرب والإهانة، كانت بتكتم وجعها وألمها جواها قدامي، لكن كنت في كل لحظة بحس بيها. ولما كنت أسألها ليه يا ماما قاعدين معاه، خلينا نمشي ونسيبه، كانت تقولي لا يا علي، ده مهما كان بابا وانت محتاج لباباك عشان تكبر وتتعلم، حتى لو على حساب تعبي وإهانتي. كانت دايما بتستحمل وتقولي ان ضحكتي قدامها وانها بتشوفني بأكبر يوم بعد يوم بيهون عليها كل الوجع، زيها زي أمهات كتير بتستحمل الإهانة والضرب عشان البيت ما يتخربش والولاد ما يتشردوش. لكن حتى العيشة المهينة دي ما دامتش، لأن بعد كام سنة كنت ساعتها في أولى إعدادي، لقيت بابا داخل علينا البيت ومع واحدة تانية غير ماما، وبيقول لنا دي مراتي ومن النهاردة هيبقى ده بيتها، وطردني أنا وماما عشان يرضي مراته الجديدة بعد ما طلق ماما. ما كناش عارفين نروح فين ولا نيجي منين، ما كانش لينا حد يجيب لنا حقنا ولا حد يقف معانا، ما كانش فيه غير جيراننا اللي شافوا اللي حصل وصعبنا عليهم. قعدنا عندهم أنا وماما لحد ما نظبط أمورنا. ساعتها قلت لماما خلاص يا ماما أنا كبرت وهنزل أشتغل وهصرف عليكي وعلى نفسي، أنا خلاص بقيت راجل. ساعتها شفت قوة عمري ما شفتها في أمي قبل كده، قالت لي بكل حزم اوعى اسمعك تقولي كده تاني، انت هتتعلم يا علي، هتتعلم وهتدخل الجامعة وهتحقق حلمي وأملي فيك، أنا اللي هشتغل وهعمل كل جهدي عشان أربيك وخليك راجل، وساعتها أبوك هيندم، هيندم على كل لحظة قضاها وهو بعيد عنك. وفعلا أمي دورت على شغل، اشتغلت أي حاجة كانت تلاقيها، وبالرغم من إن أمي كانت متعلمة ومعاها مؤهل عالي إلا إن الشغل ما كانش سهل بالنسبة لها لأن ما كانش عندها أي خبرة سابقة في أي مجال. أمي اشتغلت في حاجات كتير لحد ما ربنا وفقها ولقت شغل كويس في شركة كويسة، وده كان من كرم ربنا علينا. صحيح إن المرتب كان بيمشينا بالعافية، بس كنا راضيين ومرتاحين، خصوصا إننا كنا عايشين حياة مستقرة ما فيهاش أي إهانة أو عدم احترام. كانت أمي بتشتغل ليل نهار عشان توفر لي كل احتياجاتي، وقدرنا نأجر شقة نعيش فيها، وواحدة واحدة ظروفنا بقت أحسن، وأنا بقت ماشي كويس في الدراسة بفضل تعب أمي اللي كانت بترجع من الشغل تعبانة وتقوم بشغل البيت وبعدها تقعد جنبي تذاكرلي وتهتم بدروسي. وعشان ظروفنا ما كانتش تسمح أخد أي دروس، أمي كانت بتقعد طول الليل تذاكر المناهج بتاعتي عشان تقدر توصلها لي وتذاكرها لي. ما افتكرش إنها كانت بتنام ساعتين زمن على بعض، ورغم كل تعبها كنت بسمعها بالليل بتصلي وتدعي وتقول يا رب، يا رب عوض تعبي خير في علي، يا رب خليه هو سندي وظهري وعكازي اللي تسند عليه لما اكبر. ومرت السنين وكبرت ودخلت الجامعة واتخرجت بتفوق واشتغلت كمان معيد في الكلية بتاعتي بعد ما ترتبت من أوائل دفعتي. أنا فاكر يومها أمي كانت بتبكي من فرحتها وهي بتقول الحمد لله يا رب، عوضت صبري خير، ألف حمد وشكر ليك يا رب. لكن الدنيا ما بتمشيش على سطر واحد، وزي ما في فرح لازم يكون في تعب. بعد ما تعينت معيد في الكلية بتاعتي أعجبت بطالبة عندي اسمها فرح، وهي كمان بدلتني نفس الإعجاب، وحسيت إنها الإنسانة المناسبة اللي حابب أكمل معها حياتي. بس ما كانش عندي عين أروح لأمي وأحكي لها لأن ظروفي ساعتها ما كانتش تسمح، أنا لسه ببدأ حياتي وما عنديش الإمكانيات اللي تخليني أتجوز وأفتح بيت. وفضلت كذا يوم سرحان على طول وشارد، وأمي كانت ملاحظة ده، وكل ما كانت بتسألني كنت بقولها مفيش حاجة، لحد ما في يوم قعدت جنبي
ومسكت إيديا وقالت لي أنت بتحبي يا علي مش كده؟ بصت لها باستغراب وقلت لها أنت عرفتي منين؟ قالت لي يا حبيبي أنا أمك، أنا اللي ربيتك في حضني، أنا اللي كنت بحس بيك من دقة قلبك من غير ما تتكلم. قلت لها آه يا أمي أنا بحب طالبة عندي. قالت لي وهي بتضحك هي حلوة بقى وتستاهل إنك تحبها؟ قلت لها أجمل حاجة شافتها عنيا، بس إيه الفايدة يا أمي؟ مش كل حاجة بيتمناها الإنسان سهل تتحقق. قالت لي ليه يا ابني بتقول كده؟ قلت لها أنا ظروفي ما تسمحش أتقدم لها وأخطبها وأتجوزها. قالت لي مالكش دعوة أنا هتصرف، المهم نروح ونتقدم لها وتثبت لها إنك جد معاها وراجل، وبعدها أنا هتصرف مالكش دعوة بحاجة. وفعلا اتقدمت الفرح، وبالرغم من أن حالتهم المادية كانت أحسن مننا بكتير إلا أن باباها رحب بينا جدا وقال لي أنه عارف بأخلاقي وأن شاب ليا مستقبل، ومش عيب أن احنا نبتدي حياتنا مع بعض عشان نحس بقيمة اللي بينا عشان نقدر نحافظ عليه قدام. بصراحة كلام باباها شجعني وقلت يا ريت كل الأهالي يعملوا كده مع ولادهم وما يدوروش على الشقة والفلوس والفرح قد ما يدوروا على الأخلاق والعلم والمستقبل، ويسيبوا مساحة لولادهم يبنوا حياتهم من الأول. وبعد زيارتنا الأهل فرح فوجئت بأمي بتدخل عليا الأوضة ومعها كيس في فلوس بتدهولي. قلت لها إيه ده يا أمي؟ إيه الفلوس دي؟ قالت لي بصي يا علي أنا كنت محوشة مبلغ عشان أعمل بيه عمرة، خده أنا مش عايزاه، وكمان أنا سويت معاشي وخدت مكافأة نهاية الخدمة، مبلغ معقول يقدر يسترك في جوازتك. بصت لها وعيني بتدمع وقلت لها كل ده ليا وانت يا امي هيفضل لك ايه؟ قالت لي هيفضل لي انت يا علي، انا محوشاك انت للزمن وانا واثقه ان ربنا هيكرمك وهيفتح عليك وهتخليني مش محتاجه حاجه وهتطلعني عمره كمان، المهم تتشرف قدام عروستك وما تحسش انك قليل قدامها. وطيت ساعتها وبوست ايديها قلت لها ربنا ما يحرمني منك يا امي ويقدرني عوضك عن كل اللي تعبتيه وقسيتيه في حياتك. واتخطبت انا وفرح واتجوزنا بعد ما هي اتخرجت وانا اخدت الماجستير وكنت بحضر للدكتوراه، وبالرغم من تصميمي اني ما بعدش عن امي الا انها صممت اجيب شقه الفرح عشان ما تحسش انها مفروض عليها وتبقى براحتها. وفي يوم لقيت فرح رجع من بره فرحانه وطايره من السعاده. سالتها مالك يا فرح في ايه؟ قالت لي خالي يا علي جاب لك شغل كويس قوي في جامعه في المانيا، يعني هتشتغل وتكمل الدكتوراه هناك، وأنا كمان جايب لي شغل في نفس البلد يعني هنبني مستقبلنا وحياتنا هناك. كانت بتحكي وهي متوقعة أن أبقى فرحان من كلامها، لكن اللي حصل كان غير كده، لقيت رد فعلي حزين. قالت لي وهي مستغربة مالك يا علي أنا كنت فاكرك هتفرح أننا هنسافر ونبدأ حياتنا ببلد زي ألمانيا. قلت لها طب وأمي مين يرعاها؟ مين ياخد باله منها؟ قالت لي هو أنا قلت لك أن احنا هنهاجر؟ احنا بس هنسافر سنة سنتين تاخد الدكتوراه من هناك ونحوش لنا قرشين ينفعونا وبعدها نرجع لطنط. قلت لها لو أمي تعبت وأنا مسافر مين هيرعيها؟ هي ملهاش غيري وأنا كل دنيتها. قالت لي يا حبيبي إحنا مش هنسيب طنط وهنبقى نكلمها كل شوية، ولو تعبت هننزل لها. مش بس كده، أنا كمان هوصي بابا وماما يخلي بالهم منها ويسألوا كل يوم عليها، ولو احتاجت حاجة يبقوا يقولها هم هنا مش بعيد دول جنبها. وبعدين اسأل طنط ما اعتقدش انها هتمنع انك تسافر طالما ده لمصلحتك. في الاول رفضت الفكره نهائي، لكن فرح كانت كل يوم تكلمني في الموضوع وتحاول تقنعني وتزن عليا، ومع كتر كلامها وزنها صحت جوايا الانانيه اللي موجوده جوا كل انسان وبتطلع في مواقف معينه، خلت شيطان يغلبني الاول مره وافكر في مصلحتي وانسى مصلحه امي اللي ربتني وتعبت عشاني. وفعلا قررت أروح لأمي وأقولها على موضوع السفر. مش قادر أنسى رد فعلها ساعتها وأنا بقولها أنا هسافر يا أمي، هسافر وهسيبك، وكأن تعب السنين وشقاها ظهر على وشها ساعتها. حسيت ملامحها بتتشقق بتعجز وكأنها كبرت 50 سنة. ما كنتش بصدقها لما كانت بتقولي أنت شبابي يا علي، لكن في اللحظة اللي قلت لها فيها أني هبعد عنها حسيت أن شبابها راح والعجز اتملك منها. شفت الدموع والوجع في عينيها، شفت حسرة على سنين كرستها ليا عشان أكلها العكاز وأكلها سند، وأول لما كبرت وكبر عودي هسيبها وأسافر. ورغم كل اللي قريته في عينها
ما ردتش عليا غير بجملة واحدة، لكن كان وراها معاناة كتيرة قوي، كان وراها وجع عمري ما أقدر أشرحه. قالت لي شوف مصلحتك يا علي، ربنا يوفقك. روحت يومها وأنا حاسس إن هموم الدنيا على صدري، جبال جبال مش عارفة أشيلها. كنت خلاص على وشك إن أرجع في كلامي وأقول مش هسافر، لكن طبعا فرح ما سمحتش لده يحصل، وفضلت من تاني تزن على وداني عشان أثبت على قراري، وهي بتقنعني إن نجاحي هناك هو اللي هيفرح أمي بيا. وضبت كل أموري وجي يوم السفر، وطبعا رحت لأمي عشان أودعها وأسلم عليها. كانت ساكتة خالص، ما تكلمتش ولا كلمة، لكن ضمتني، ضمتني بكل ما فيها. كانت ضمتها ليا بتقول كلام كتير اللي لسانها مرضاش يقوله، وجي الميعاد اللي لازم أمشي فيه. سلمت عليها وفضلت بصص لها، عيني مش عايزة تفارقها، كنت أول مرة أبعد عنها وأسيبها. لكن لقيتها غمضت عينيها وكأنها بتقولي سافر يا ابني وما تشغلش بالك بيا. ركبت العربية وفي الطريق للمطار شريط حياتي مر قدام عينيا، من ساعة طفولتي، حنان أمي معايا من أول ما فتحت عيني وشفتها، من أول ما نطقت أول كلمة وقلت لها يا ماما، شفت أهانتها وضربها قدام عيني وهي بتخفي وجعها وبتستحمل عشاني، شفت طردها من بيتها وجريها برا في الشارع وهي شايلاني، شفت شقاها وسهرها عليا، شفت كل تضحياتها ليا، وآخر حاجة شفتها دموعها، دموعها اللي كانت كاتماها في عيونها وأنا بفارق وسايبها. ما فقتش غير وأنا على باب المطار وفرح بتطلب مني أدي الموظف الباسبور. ساعتها فضلت باصص لها، وفجأة رحت مغير طريقي وساحب شنطتي وخارج بره المطار. فضلت فرح تنادي عليا، يا علي تعالى يا علي رايح فين؟ لفيت بصيت لها وقلت لها أنا راجع لأمي، لو عايزة تسافري سافري انتي، لكن أمي ملهاش غيري، وطول ما أمي بخير أنا هفضل بخير. وسبتها ورجعت وركبت أول تاكسي قابلني، جريت على بيتها عايزة أفرحها وأقول لها خلاص يا أمي مش مسافر، مش هبعد عنك تاني، هفضل تحت رجلك أرعاكي. لكن الوقت كان فات، على ما رحت لقيت عربية الإسعاف بتاخدها والجيران حواليها صعبان عليهم حالها. جريت عليهم بصرخ قلت لهم قولولي أمي مالها، أمي مالها؟ قالولي ما استحملتش بعدك عنها، وقعت من طولها. ركبت معها عربية الإسعاف وأنا ماسك إيديها وبعيط، لا يا أمي ما تسيبنيش، يا أمي أنا خلاص رجعتلك ومش هسيبك تاني أبدا. لكن هي الأول مرة ما تردش عليا. رحنا المستشفى والدكتور قال للأسف ضغطها كان عالي وجالها زبحة ودخلت في غيبوبة. كانت الصدمة عليا جامدة، قلت لها يعني إيه يا أمي؟ يعني هتروحي مني؟ الدكتور قال لي ادعي لها يا ابني. فضلت جنبها في أوضتها أصلي وادعي ربنا، كنت ببكي وأنا بصلي وأقول له يا رب رجعها، يا رب احميها واحفظها. كانت دايما بتدعي أكون سندها وعكازها، ما تعرفش إن هي اللي وجودها في حياتي سند ليا وبركة. وفضلت يومين على نفس الحال أدعي ربنا إنه ينجي أمي اللي ما كانتش بتتحرك من مكانها. عيني كانت بصلها مش قادرة أبعد نظري عنها، خايف قوي من اللحظة اللي يقولوا خلاص النهاية. لكن ربنا كان لطيف بيا وكرمه كان زيادة عليا، مرضاش يحرمني من النور اللي منور حياتي. صحيح عاقبني لما حسسني إن ممكن تروح مني، لكن رجع حالي تنور تاني حياتي. بعد يومين من وجودي جنبها في المستشفى فاقت أمي من الغيبوبة وهي بتنده باسمي وبتقول علي يا علي، علي يا ابني ما تسيبنيش. ساعتها جريت عليها بوست ايديها ورجليها وقلت لها خلاص يا امي رجعتلك، هفضل تحت رجليكي ومش هبعد عنك ابدا مهما حصل. واتطمنت على امي بعد ما الدكتور قال ان حالتها مستقره، ورحت البيت يوم هجيب شويه حاجات. واول ما دخلت مسكت موبايلي ودخلت على النت، كان بقالي كتير ما دخلتش عليه. لكن اتصدمت لما عرفت ان الطياره اللي كان مفروض هركبها وقعت وكل اللي فيها ماتوا. ساعتها ما كنتش مصدق نفسي، يا رب معقول انت نجتني برحمتك وغفرانك؟ معقول بركة امي هي اللي خلتني عايش لحد دلوقتي؟ سجدت في الارض لربنا بشكره انه فوقني في الوقت المناسب، وقلت لنفسي صحيح، تقول ما امي بخير انا هفضل بخير. لكن افتكرت فرح، فرح مراتي اللي كانت في نفس الطيارة. حطيت ايدي على بقي من الصدمة، فرح حبيبتي ومراتي معقول تكون ماتت؟ معقول يكون جرى لها حاجة؟ لكن قبل ما أكمل كلامي لقيت الباب بيخبط، ولما فتحت لقيت فرح قدامي. ما قدرتش أقول لها أي كلام، كل اللي عملته حضنتها قوي
كنت بطمن نفسي إنها كويسة وعايشة وبخير. انهارت هي من العياط. قلت لها إيه اللي حصل يا فرح؟ احكي لي. قالت لي لما سبتني في المطار ومشيت وقبل ما أروح أركب الطيارة فكرت في كلامك وحسيت بوجع لما جه في دماغي إن ممكن ابني اللي ببطني بعد ما كبره وربيه عشان يكون لي سند يسيبني ويسافر وأبقى لوحدي. عرفت إن كان معاك حق تفضل جنب مامتك وإني كنت غلطانة، وعرفت إن كمان في حاجات أغلى بكتير من الفلوس والمراكز لو راحت عمرنا ما هنقدر نعوضها. قلت لها فرح هو أنت حامل؟ قالت لي آه يا علي أنا حامل، واللي عملته عشان خاطر مامتك مش بس نجاك، ده نجاني أنا وابنك كمان، وإلا كان زماننا في الطيارة اللي وقعت. حضنتها من الفرحة وحسيت إن ربنا بيكافئني مش بس عشان ما حرمنيش من أمي، لأ كمان عشان رجعلي مراتي وحبيبتي وعرفها قيمة أمي ومن كرمه عليا بعتلي أجمل هدية معاها وهي ابني. وخرجت أمي من المستشفى وبعدها صممت فرح إن كلنا نعيش في نفس المكان بعد ما عرفت قد إيه وجود أمي في حياتنا بركة لينا. وبالرغم من إن سفرية ألمانيا راحت لكن ربنا عوضني خير بوجود أمي معايا. الدنيا اتفتحت في وشي وجالي شغل في أكتر من جامعة، وربنا كان مبارك لي في رزقي خصوصا لما فرح ولدت وجابت ولد سميناه كريم عشان كل شوية نفتكر كرم ربنا علينا. وتيسرت أموري أكتر وقدرت أخلص الدكتوراه في وقت مثالي، ويوم مناقشة الدكتوراه وبعد ما أعلنت اللجنة حصولي على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وقفت وقلت لهم أنا عايز أهدي نجاح النهاردة لبطلة قصتي وبطلة كل قصة لأمي. ورحت لحد عندها ووطيت على أيديها قدام الكل وبستها وهي بصالي والدموع في عينيها، وبصيت للكل وقلت لها هي دي أمي اللي طول ما هي بخير أنا هفضل بخير، هي دي حكايتي مع أمي اللي لولاها عمري ما كنت هكون ولا يبقى لي وجود في الكون، أمي اللي ظهرها انحنى عشاني وجي الوقت اللي شيلها اللي شيلها فيه وحطها فوق راسي وعيني. دي الأم أكبر نعمة في حياتنا ما بيحسش بيها غير اللي راحت منه، ولو راحت مفيش حنان في الدنيا يعوضها. وكفاية إن يوم ما بتموت بينادي عليك منادي من السماء وبيقول يا ابن آدم ماتت اللي كنا بنكرمك من أجلها فاعمل عملا صالحا نكرمك من أجله.